للإضراب وسيلة للضغط حتى تحصل على حقوقك، مش الإضراب وسيلة حتى تصل للموت. المرة الأولى كانت في 2019، استمر الإضراب 30 يوم. ما فترة التوقف عن المية، الإضراب عن المية، كانت 9 أيام من اليوم 21 ليوم 30. في التجربة الثانية بكت الإضراب عن المية من اليوم الأول، من الساعة الأولى، فمدة 34 يوم بجوز ما شربناش فيهم على بعضهم 3 لتر مية. طبعا ألام العظم، ألام وجع الرأس، قلة النوم، مش قلة النوم، عدم النوم. يعني أنت في 24 ساعة بتنام الساعة، يعني بتسهيها، أنت بتسهيها تيجي دقيقتين تحسها ساعة، بس وكلة النوم هذه لحالها مرض. الإنسان يعني حريته أغلى شيء في الدنيا، أغلى من صحته. يعني إذا معك صحة وأنت مقيد، أنت معك شوية شيء، حريتك هي صحتك. يعني إذا أنت معك، إذا أنت ما عندكش حرية تقدرش تحافظ على صحتك. لما جانا خبر استشهاد الشيخ خضر، يعني بكت صعقة. يعني الحمد لله رب العالمين، احنا مؤمنين بنؤمن بالقضاء والقدر، بس خسارة الشيخ خضر خسارة كبيرة، مش بس لعائلته، برضو الشعب الفلسطيني. الشيخ خضر بكاش يعني يعطي عشر من وقته لأهل بيته ولعائلته، بس بكت كل وقته للأسرة. تجربة الإضراب مش تجربة، هي زي ما احنا بنقول كلمة تجربة سهلة، بس هي معاناة ودفع من دمه ومن جسمه الواحد ومن سنين عمره، لأن تلقائيا العمر بيد رب العالمين، بس راح يدفع من جسده لأنه راح يعاني طولة عمره. حياة الأسير المضرب على الطعام، يعني بدي ألخص لك إياها بين قوسين، في شي حياة. أبسط الحقوق إلى ما بيحطلهاش، بيرموه في زنزانة فيش فيها حمام، فيش فيها مغسلة. يعني حتى إذا بدي أروح على الحمام بعيد عنك ما قدرش يروح، بدي يطلب من السير ومرة ومرتين وعشرة، بدي يصوت وهو ما قدرش يصوت يكون تعبان، يجي يفتح له ويطلع يقضي حاجته. لما بدي مين كلوه من زنزانة لزنزانة أو من موقع لموقع، بيكون هو مش قادر يمشي، بتروه سر. بتعمدوا مرات إني يرموك في الشمس، يعني يخليك في الشمس، يعني يخليك بمنعك تخش على الحمام تتحمم، بمنعك ما تتحمم، تستر عليك المية. حتى لو تخش على الحمام يعني تقضي حاجة وتشطف وتنظف حالك، المية مسجل عليك، مسجل معنى المية عليك. خير أنت مضرب تبرد على حالك أو تغسل جسمك، ممنوع، مش عندك مية. تخش على الحمام تقضي حاجة، مش عندك مية، فيش مية، فيش مية، مية حنفية مسجلة في زنزانة موجود، مش موجود فيها ولا شغلة. انت بتنام على البلاط، نفسك تنام نوم عميق، يعني تنام تشبع نوم، تقدرش، تقدرش، لان حتى وانت في الاضراب بيجوا عليك شنو نص ساعة، تخيل شنو نص ساعة بيجيك سهير بضوا عليك الكشاف، كشاف قوي بسلطة على عينيك، وان بعد الاضراب وانت برضو في السجن بمارس معك نفس القصة، شنو نص ساعة بيجيك بسلط عليك الكشاف. فإذا انت بتكبر انت نايم بصحيك في الليل او في النهار، بيجيبوا تنون بولعوا النار وبصير يشوا على التنون دجاجة ولحمة، ويدخلوا لك اياها التنون من الاشناف تبع الزنزانة، او يفتح باب الزنزانة ويدخلوه عليه عشان الدخلة تخش عندك في الزنزانة. طبعا انا مريض قلب وما غير صمام، ما بالك اني انا بذلك نفس، يعني حتى بالزنزانة وبدون دخنة أنا بقدرش أعيش فيها. لما بدخل تنون النار يقعد يشوي عندك في الزنزانة، ويقعد بالمروحة يدفع بالهواء عليك. هذه عشان أنت تشم الريحة تضطر أنك تفتش إضرابك، فهي لها عدة مساوئ. إنها بتأثر على نفسك، بتخليك
انت ما تقدرش تنام، ولا انت اصلا ما تقدرش تنام، ما تقدرش تنام، ما تقدر تشم ريحة الزنزانة في الأيام الثانية اللي بدك تعيشها فيها، لأن بتصير ريحة الدخنة والكترة موجودة في الزنزانة، وأنت ريحة الأكل تلقائيا أنت يعني بتثيرك، بتحسك إن أنت جعان أكثر وبدك تأكل، وما لك تبدأ في إضراب، وهذا بتتكرر عدة أيام مش مرة واحدة. يعني الصبح مثلا ما كانوا يجيبوها بعد العدد اللي الساعة 6 الصبح ولا تشنون، بالليل على 12 بالليل ما كان ولا تشنون، في النهار ولا تشنون، هذا كل ياته ما حدا بقدر يعيش انه هو مضرب عن الطعام، في واحد جنبك قاعد بشوي وبدخل دخنة عليه، انت يعني فوق ما انت قاعد بتموت وقاعد بخنوك فيك. ولما انا غيبت في ليله من الليالي ما صحيتش غير ما صحيت بعد فتره بعرفش قديش، كنت سامعه بكل واحد الثاني هذا مات. بقول لا انا طيب عايش، صار يضحك هي كل هذا عايش، وهذا بسبب الكانون اللي كانوا يشوا عليه والدخنه اللي كانت تدخل عليه. هذه واحده من عده شغلات، انه يصير يتعمدوا ويشربوا الكولا قدامك والعصير، يتعمدوا انهم يوصلوا شاورما ويجيبوا شاورما ويصيروا قدامك وانت في المستشفى وانت في قبل هذا الحكي، يتعمدوا انهم يجيبوا القهوه والمسكافين والكوكتيل والفواكه يصيروا قدامك ويصيروا يعني يتمسخروا عليك، هاي نحن بنوتش وانت بتوتش. طبعا انت بيراتك ما بتتطرش وما بتكلقش، صحيح بتعاني يعني من كل الحمد لله الاراده بقت قويه، بس هذا بأثر عليك كثير، بس بزيد من عزيمتك. طبعا اكل بدي بوتل عندك، وبدخن عندك وبشرب كولا وبشرب قهوه وبشرب عصير وبشرب شاي، هو عندك موجود مدار ال 24 ساعه وانت مضرب عن الطعام مع كل المضربين. كل واحد مضرب دخل المستشفى وعاش بيعيش ال 24 ساعه والثلاث سهريه ثلاثه موجودين معه وهم كلبش بايد واجر بالتخت تاع المستشفى، بعيش معه هم يوتشلوا معه 24 ساعة ويتحدثوا معه 24 ساعة. هي حرب نفسية أكثر من هي حرب أمعاء، يعني هو بحاربك نفسيا خلينا نقول بالشيء اللي بوتشله، وبحاربك نفسيا بالتقارير الطبية لما بيجيك الدكتور وبقول لك أنت وضعك صعب وممكن خلال ساعات تموت، تخش في غيبوبة، بصير يتحدثوا بين بعضهم إيه هذا حيني خلص ممكن في أي لحظة إنه يخسر الكلى، إيه عضو مهم من أعضاء الجسم، ممكن يخسر نظره، هي بطل يشوف منيح، بطل يسمع، وأنت السمع والشوف هذول في أيام الأولى بتضيعهم، بصير سمعك قليل وشوفك نظرك قليل، فما بالك الأيام الصعبة تكون في الأيام الأخيرة من إضراب. إيه هم بيسووا تجارب عليك في المستشفيات، قديش ممكن هذا الأسير يتحمل، قديش ممكن هذا الأسير يتحمل، صار يوصل لمرحلة إن الأسير الفلسطيني والمضرب الفلسطيني نحكي التجارب، صار يتعاملوا مع الناس إن ملهاش قيمة، تأخذ الكسرية هذه ممنوعة حسب القانون إنها ممنوعة. أنا جربت معي مرتين في الإضراب الثاني، في الإضراب 2019 برضو تم تربيضي في التخت، تربيطي اجوا الاسرى مع الدكتور الاغراض السهريه، وانا مقيد مكلبش بايدي، بكيت بايدي الشمال واجري اليمين في التخت، تم تقييدي بواسطه الباندج تاع المستشفى، اخذوه من التمريض، تربيطي جاي الثنتين وتربيطي جاي حتى ما اتحركش، وزرعوا لي ابره الكيلو في ايدي اليمين، واخذوا فحص دم، ثلاث انبوبات لفحص الدم، واعطوني تغذيه كسريه في 2019، وبرضه في 2022 نفس القصه مرتين سوا، وهذا الشيء ممنوع. وشو بعطيني هو في الوريد؟ انا بعرفش. شو اعطوا ناصر ابو حميد؟ شو اعطوا غيره من ناصر؟ انا عشت مع ناصر ابو حميد ثلاث شهور. شو اعطوه؟ الأخير استشهد نصر محمد وغيره، سمى أبو دياق
في 2019 عشت معه في الرملة. شو بعطوه؟ احنا بنعرف اطبائنا وين عن الاسرى، ليش ما بيجوا لما بده يكون اسير في المستشفى؟ المفروض من الحقوق الدوليه انها تكون في اطباء فلسطينيين هم اللي يشرفوا على المريض، على الاسير الفلسطيني. انا بعرفش، انا بامن، طب انا مش اصلا مو عدوي، مو مقتل فيا، ما هو قاعد بين كبير وغير بين كبير، قاعد بقول من انا بدي اعدم الاسير الفلسطيني، بديش اتعاطك له، بدي اعدمه. انا شو بعرفني شو بتسوي فيا؟ انا لما اعتقلت فيش تهمه، بقول ليش جاي تاخذني؟ قال لي فيش شيء، يومين بتروح عشان حرب غزه، بدي بعرف بضمن شو بصير، هو عشان يرتاح بضمن شو بصير، بدي بفكر انه يصير شيء او ما يفكرش، او بده يسوي نشاط، بده يعطي دلائل لحكومته ان هي بيشتغل وهي بعت كل الناس. انت تقعد في السجن، انت ترتمي سنه و24 شهر وسنتين وهو ما تفرقش معه، بدون اي تهمه. كم من اسير اداري عندنا اليوم؟ فوق ال 1100 اسير اداري. كم من اسير مضربين اليوم موجودين في الاضراب بسبب الاعتقال الاداري؟ في ناس قضت في السجون الاداري اكثر من 10 سنين و12 سنه اداري، 16 شهر و20 شهر، 16 شهر و10 شهور و8 شهور. شو ذنب هذا؟ مين مسؤول عنه؟ مهما دام الاحتلال هو لزول فيش ظلم، رب العالمين حرم الظلم على نفسه، فمش مستحيل يتحلل العبد من يظلم. هذه مرحله قصيره امتحان لنا وبتروح. من حقنا ان نعيش بحريه، من حقنا نعيش بكرامه.